تقسيم ثالث باعتبار وجه الشبه برضو نفس التقسيم اللي ذكرناه في الحسيه والعقليه، ان انا انظر الى وجه الشبه الحسي ولا العقلي. فتقسيم وجه الشبه قد يكون حسيا، قد يكون عقليا، قد يكون مركب حسي، قد يكون مركب عقلي، قد يكون متعدد بعضه حسي وبعضه عقلي كما ذكرنا في التقسيم الاول. والمعيار في هذا ان الوجه يدرك باحدى الحواس الخمس ولا لا. اذا ادرك باحدى الحواس الخمس خلاص هو حسي، اذا لم يدرك فهو عقلي. لو خدت مثال وجه كالبدر في الاشراق، واشراق حسي، وكأن النجوم بين دجاها سنم لاح بينهن ابتداع. شوف التشبيه هنا جميل جدا، والشاعر ابداع الشاعر هنا انه يعني جمع بين شيئين ما كان يخطر ببال احد ان يجمع بينهما. فبيقول النجوم بين دجاها، النجوم وهي منثوره في السماء في وسط الظلام مضيئه ولامعه. شوف المشبه اهو جميل جدا، شبهه بشيء لا يخطر على بال احد، بالسنن الدينيه الصحيحه المتفرقه بين البدع الباطله. يعني من ابداعات الشاعر في هذا البيت انه جمع بين امرين متباعدين لا يخطر ببال احد ان يجمع بين النجوم المضيئه في السماء وبين السنن الدينيه الصحيحه الموجوده بين ايه؟ الموجوده بين البدع الضاله والباطله. وبالتالي قال لي يبقى ده مركب حسي، هيئه اشياء مضيئه لامعه في وسط اشياء مظلمه. يبقى ده مركب حسي، انا بحكم عليه حسب يدرك بالحس ام لا يدرك بالحس. طيب متعدد مثلا، انا تشبيه فاكهه باخرى بالطعم واللون والرائحه، يبقى ده متعدد حسي. طيب اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم، شبه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بالنجوم في الاهتداء، يبقى هنا عقلي، تشبيه عقلي. اذا وجه الشبه يحكم عليه بالحس والعقلي، سواء كان مفرد سواء كان متعدد سواء كان مركب، حسب خاضع ليدرك باحدى الحواس الخمسه الظاهره ولا لا. طيب تقسيم اخر للتشبيه برضه من حيث وجه الشبه، قالوا تشبيه تمثيلي وغير تمثيلي او تمثيل وغير تمثيل. حقيقة هذا باب يعني يحتاج يعني إلى محاضرة منفصلة حتى يشرح فيها الخلاف بين العلماء في الفرق بين التمثيل والتشبيه وما ذهبوا إليه. لكن ما يعنينا اليوم هو أن في تقسيم للتشبيه باعتبار وجه ينقسم إلى تشبيه تمثيلي وتشبيه غير تمثيلي. التمثيل التشبيه التمثيلي ما كان وجه الشبه فيه هيئة مركبة من عدة أمور. يبقى لما يبقى وجه الشبه مفرد ما يبقاش تمثيل، لازم يكون وجه الشبه هيئة مركبة، مركب سواء كان بقى مركب حسي أو مركب عقلي. إذا حكمت على الوجه بأنه هيئة منتزعة من عدة أشياء يبقى هذا التشبيه وتشبيه إيه؟ هذا التشبيه تشبيه تمثيل. وإذا كان وجه الشبه مفرد غير مركب يبقى ده تشبيه غير تمثيل. هذا هو المعيار. يبقى المعيار في الحكم خلاصة القول فيه وما اتفق عليه وما استقر عليه المتأخرون إن التشبيه التمثيلي ما كان وجه الشبه فيه هيئة مركبة مأخوذة من عدة أمور. زي مثلا قال الشاعر هو وكأن أجرام النجوم لوامعا درر نثرن على بساط أزرق. نفس الكلام أجرام النجوم اللامعة في السماء، يبقى بيشبه أجرام النجوم اللامعة في كبد السماء وخلفها سماء زرقاء بعدة درر أحجار كريمة لامعة مضيئة نثرت على بساط أخضر. يبقى هنا الهيئة المنتزعة من أشياء مضيئة لامعة وسط شيء أخضر أو شيء أزرق أو شيء أزرق، يبقى دي هيئة مركبة من عدة أشياء، هي الهيئة الحاصلة من أشياء لامعة وسط بساط أو وسط شيء أزرق. يبقى ده الهيئة المركبة، وجه الشبه هنا تمثيلي، يبقى ده تشبيه تمثيلي. وفي القرآن الكريم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لم يقصد تشبيه اليهود بالحمار، لكن تشبيه حال هؤلاء الناس وقد أعطاهم الله عز وجل التوراة وفيها من المنافع ما فيها لكنهم لم يعملوا بمقتضاها، بحال حمار يحمل كتبا نافعة في غاية النفع لكن الحمار لا ينتفع بها ولا يناله إلا الحمل والمشقة. يبقى وجه الشبه الهيئة الحاصلة من الضرر من استصحاب الشيء النافع. يعني أنا بيحصل لي ضرر من استصحاب شيء نافع، يبقى دي هيئة مركبة من عدة أشياء، إذا هو تشبيه تمثيلي. طيب تشبيه غير تمثيلي بقى، أنا بشبه والله صوته
بتغريد البلابل، حسن النغم يبقى ده تشبيه غير تمثيلي. عزيمته كالسيف في المضاء يبقى ده تشبيه غير تمثيلي، لأن وجه الشبه واضح مفرد غير مركب، يبقى هذا ليس تمثيلا. تقسيم تاني باعتبار وجه الشبه ينقسم إلى مفصل ومجمل. هذا التقسيم بينظر فيه إلى إيه؟ بينظر فيه إلى ذكر الوجه وحذف الوجه. يبقى المفصل اللي أنا أصرح فيه بوجه الشبه، فلو أقول محمد كالأسد في الجراءة يبقى هذا تشبيه مفصل، أنا فصلت. خالد كالأسد في الشجاعة يبقى هذا تشبيه مفصل اللي أنا ذكرت فيه وجه الشبه. يبقى إذا حذفت وجه الشبه أصبح التشبيه مجملا. يبقى المفصل والمجمل مصطلح بلاغة، المجمل تشبيه حذف منه وجه الشبه، والمفصل تشبيه ذكر فيه وجه الشبه. طيب التشبيه المجمل هذا قد يكون ظاهرا وقد يكون غريبا بعيدا. لما يكون ظاهر إذا أدركه العامة والخاصة، فلما تقول لي محمد كالأسد الناس جميعا يدركون الوجه المحذوف اللي هو الشجاعة، هذه هند كالقمر في الجمال، يبقى هذا تشبيه قريب. قد يكون التشبيه بعيد يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى فكر. عندما سئلت فاطمة الأنمارية عن بنيها أيهم أفضل، قالت هم كالحلقة المفرغة، يبقى شبهتهم بالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. هذا التشبيه يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى فكر، والاستواء في كل. وهذا البيت أو هذا الكلام أو هذا المثل أو هذا التشبيه صار مثلا عند العرب يضرب للقوم إذا كانوا مجتمعين مؤتلفين غير مختلفين. هم كالحلقة لا يدرى أين طرفها في التناسب والاستواء وعدم الاختلاف وعدم التفاوت. إذن هذا تشبيه يحتاج إلى تأمل، يبقى تشبيه غريب. أدخل على الركن الرابع من أركان التشبيه وهو الأداة. الأداة هي اللفظ بقى الذي يدل على إلحاق المشبه بالمشبه به، وممكن أستخدم أي أداة، قد تكون حرف وقد تكون اسم وقد تكون فعل. محمد كالأسد يبقى هنا الكاف، كأن محمدا أسد يبقى استخدمت كأن، محمد شبه الأسد يبقى أنا استخدمت اسم، مماثل للأسد، مشابه، مضارع، يشابه، يضارع، يبقى ممكن تكون الأداة اسم وممكن تكون فعل وممكن تكون حرف. يختلف بقى المشبه قد يأتي قبل الأداة أو بعدها حسب كل مثال من الأمثلة التي موجودة التي ذكرت في الكتاب. التقسيم التشبيه باعتبار الأداة، هقسم التشبيه باعتبار الأداة برضو نفس الكلام كما قلت في الوجه. الأداة أنظر الأداة، هل ذكرت الأداة، ذكرت الأداة في التشبيه أم لا؟ إذا ذكرت الأداة يبقى تشبيه اسمه تشبيه مرسل. يبقى ما معنى، ما مصطلح التشبيه المرسل؟ التشبيه المرسل هو ما ذكرت فيه أداة التشبيه، أي تشبيه ذكرت فيه الأداة هو تشبيه مرسل. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يبقى الكاف موجود، هذا تشبيه مرسل. كأنهن الياقوت والمرجان، تشبيه مرسل. كأنهم حمر مستنفرة، تشبيه مرسل. ليه؟ لذكر الأداة فيه. يبقى عكس المرسل التشبيه المؤكد. أرسل عن دعوة الاتحاد يعني إيه؟ يعني أنا الأداة بتقرب المشبه من المشبه به، تقرب وجه الشبه. طيب عندما أبالغ في قوة هذا الوجه أحذف الأداة فيبقى تشبيه مؤكد، لأن في ادعاء لاتحاد الطرفين محمد أسد، يعني كأنه يساوي الأسد في كل الصفات التي برزت في الأسد، فأنا بحذف الأداة فبقرب الصفات كلها، لا أقتصر بقى على صفة معينة فأقول محمد أسد. يبقى أنا إيه عملت إيه؟ ادعيت أن محمد يساوي الأسد في كل الصفات، دعوة اتحاد الطرفين. إذن التشبيه المرسل ذكرت فيه الأداة، التشبيه المؤكد حذفت فيه الأداة. المرسل ليس فيه دعوة اتحاد بين الطرفين، المؤكد فيه دعوة اتحاد بين الطرفين، إن الاثنين واحد. ماشي. والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء، أو ذهب الأصيل على لجين الماء. الكتاب هنا جاب لك هذا المثال، قال الشاعر والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. فقال لي هنا قد يأتي هذا التشبيه بجعل المشبه والمشبه به متضايفين، عندنا في النحو الإضافة، فأجعل واحد فيهم مضاف والتاني مضاف إليه. فقال لي هنا إضافة لجين الماء، اللجين يعني هنا الفضة، فهنا شبه الماء بالفضة وقدم المشبه به على المشبه، وشبه الأصيل اللي هو شعاع الشمس هنا بالذهب، فجعله برضو مشبه مضاف إليه وجعل الذهب مضاف، وهنا لا توجد أداة. إذن هذا تشبيه مؤكد فيه دعوة للاتحاد بين الطرفين، كأن الماء صار فضة وكأن الأصيل صار ذهبا، خلاص الاثنين واحد.
قال لي بعد كده ما يسمى بالتشبيه البليغ. قال لي أنا قلت قبل ذلك لابد في التشبيه إن أنا أعتمد فيه وجود إيه طرفين، مشبه ومشبه به. قال لي إذا حذفت الأداة وإذا حذفت وجه الشبه فالتشبيه اسمه التشبيه البليغ الذي يفيد قوة المبالغة في اتحاد الطرفين. أنا قلت محمد كالبحر في العطاء، حوله إلى تشبيه بليغ، أحذف الأداة وأحذف الوجه، محمد بحر، يبقى فيه مبالغة، فيه مبالغة، أعلى درجات المبالغة، لأن أنا بعمل ادعاء هنا إن هو هو البحر أو محمد أسد هو هو الأسد. إذن هذا ما يسمى بالتشبيه البليغ الذي حذف منه إيه؟ حذف منه الوجه وحذف منه الأداة. مثلا هو من ذلك قول الشاعر: إذا الدولة استكفت به في ملمة كفاها فكان السيف والكف والقلب. يبقى شبه الممدوح اللي هو سيف الدولة بالسيف، تشبيه بليغ، وتشبيه بالكف، وتشبيه بالقلب، وعدد المشبه به وخلى مشبه واحد، تشبيه الايه؟ الجمع. تمام. التشبيه الضمني، يعني ايه تشبيه ضمني؟ تشبيه ضمني هو تشبيه يفهم ضمن الكلام، لا يوجد فيه تصريح بالمشبه والمشبه به صراحة في الكلام، هو تشبيه يبقى لا يوضع فيه مشبه ومشبه به في صورة صريحة، ولكن يفهمه المتلقي ضمن الكلام. وغالبا ما يكون المشبه به حجة وبرهان ودليل على صحة المشبه به للدعوة. يعني التشبيه الضمني بيكون فيه دعوة ودليل، دعوة والدليل على صحتها، كما ذكر المثال أهو: من يهن يسهل الهوان عليه. من يهن يسهل الهوان عليه، اللي بيهون اللي بيعتاد الإهانة سهلت عليه تقبل الإهانات من الناس جميعا. الإنسان اللي بيتجاوز في حق نفسه وبيقبل أن يهينه الناس بيعتاد الإهانة ويألف الإهانة ولا يتألم بسبب أي إهانة فيما بعد ذلك. هذا هو المشبه، من يهن يسهل الهوان عليه، خلاص أصبح الهوان سهل، أصبحت الذلة سهلة لأنه ألف لا يشعر بألم الإهانة. ما الدليل على صحة هذا؟ يأتي المشبه به في القسم الآخر: ما لجرح بميت إيلام. الميت لا يشعر بجرح إذا بإيلام الجرح إذا قطعنا منه عضو، الميت لا يشعر بالإيلام إذا قطعنا منه جلدا أو شيئا من ذلك. يبقى إذن شبه الإنسان الذي يعتاد الإهانة ولا يشعر بألم الإهانة بإنسان ميت جرح فلم يشعر بألم الجرح. يبقى عندي مشبه وعندي الدليل عليه. وأجد أحيانا العلماء يذكرون في القرآن الكريم: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. قالوا فيها تشبيه ضمني، اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يبقى معناها إنه كما كانوا يضحكون على المؤمنين في الدنيا يبقى يضحك المؤمنون على الكفار في الآخرة. هذا يفهم ضمن الكلام. يبقى إذن يذكر قضية ثم يذكر الدليل عليها في المشبه به. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. لأراد الله عز وجل أن ينشر الفضيلة يتيح لها لسان الإنسان الحاسد. طب إيه الدليل على كده؟ لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. الدليل عود البخور، لولا اشتعال النار اللي هو الإنسان الحاسد ده في عود البخور ما كنا شممنا هذه الرائحة الطيبة. فأحيانا الفضيلة تنشر على لسان الحاسد، وكان هذا البيت دليل على ذلك، دليل على ذلك. فيما يسمى بالتشبيه المقلوب، التشبيه المقلوب الأصل اللي أنا أجيب المشبه أو المحمد وأشبهه بالأسد في الشجاعة، يبقى ده تشبيه طبيعي. طب المقلوب بقى إيه؟ المقلوب إن أنا أجعل الأسد مشبها وأجعل محمد مشبه به، مشبها به، أو أسد كمحمد. ده معناه إن أنا أبالغ في اتصاف محمد بالشجاعة لدرجة أنه فاق المشبه به الأصلي في شجاعته وصار الأسد يشبه بمحمد. ده اسمه التشبيه المقلوب. في القرآن الكريم لما كانوا يتكلمون عن الربا ويجادلون المؤمنين في الربا، فالمسلمون يقول الربا حرام، فقال إنما البيع مثل الربا. كان الظاهر أن يقال إنما الربا مثل البيع، حلال مثل البيع، لكن لشدة تعلقهم وتمسكهم ومبالغتهم في أنه حلال قلبوا التشبيه فقالوا أن الربا أصل في الحلال وأن البيع هو الذي يقاس عليه، فسموه تشبيه مقلوب. الشاعر بيقول: وبدا الصباح كأن غرته،
كأن غرة الصباح وضوء الصباح وجه الخليفة حين يمتدح. إذا بدل ما يشبه وجه الخليفة بالصباح شبه الصباح بوجه الخليفة فسمي تشبيها مقلوبا. ليه؟ للمبالغة في أن وجه الخليفة قد بدا أو ظهر عليه من الإشراق والضياء واللمعان لدرجة فاقت الصباح في إشراقه فسمي تشبيه مقلوب. إذن هذا ما يتعلق بالتشبيه. لو ذكرت مثلا بعض الأسئلة التي تدور حول هذا الموضوع، في أسئلة كثيرة، اذكر تقسيمات التشبيه باعتبار الطرفين من حيث ايه؟ اللي من حيث الحسية والعقلية. ادي سؤال. سؤال تاني باعتبار الطرفين من حيث الإفراد والتقييد، ومع ذكر مثال، او اذكر باعتبار التعدد اللي هو المفروق والملفوف والمقرون والتساوي والجمع، او اقول لك قارن ما بين التشبيه المفروق والملفوف مع التمثيل، او قارن بين المصطلحات الآتية، تشبيه التسوية تشبيه الجمع، أو ماذا تعرف عن المصطلحات البلاغية الآتية: تشبيه المرسل، التشبيه المؤكد، التشبيه المفصل، التشبيه المجمل، التشبيه البليغ، أو اذكر التشبيه المقلوب ومثل له بمثال. هذا ما يتعلق بالتشبيه. المجاز وهو القسم الثاني في هذا الكتاب خاص بالتشبيه بعلم البيان. المجاز معناه من جست الأمر إذا تعديته، فأنا الكلمة لا تستعمل في معناها الحقيقي وإنما تتجاوز إلى معنى آخر فسمي مجازا. فلما عرفوه قالوا هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، غير مستعمل في اصطلاح التخاطب، بس لابد أن يكون فيها علاقة تجمع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وقرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. يبقى عندي قرينة وعلاقة في أسلوب المجاز. طيب المجاز، أبرز ما هنأخذه في المجاز، ينقسم المجاز إلى قسمين: مجاز مرسل واستعارة. الفرق بين المجاز المرسل، فرق بين المجاز المرسل والاستعارة، الفرق بينهم يكمن في العلاقة. إذا كانت العلاقة بين المعنيين هي علاقة المشابهة، يعني مبنية على تشبيه، فهذا المجاز يسمى استعارة. وإذا كانت العلاقة غير المشابهة، ليست فيها تشبيه، يبقى مجاز مرسل. يبقى مجاز مرسل. فالمجاز المرسل علاقته غير المشابهة، والاستعارة علاقتها المشابهة. نبدأ بالمجاز المرسل. المجاز المرسل برضو كلمة مستعملة، نفس التعريف، الكلمة المستعملة في غير معناها الحقيقي لعلاقة غير المشابهة. ما بقولش المشابهة، لأن أنا هقول في الاستعارة لعلاقة المشابهة، بقول مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الموضوع له الحقيقي. طيب إيه حتى سمي مجاز مرسل؟ مرسل يعني مطلق، يعني أطلقت علاقاته عن التقييد بعلاقة المشابهة. يعني الاستعارة مقيدة بعلاقة واحدة المشابهة، والمرسل المطلق عن المشابهة، يعني علاقاته متعددة وكثيرة. طيب هو إيه علاقاته؟ علاقاته كثيرة جدا، أبرزها ما ذكر في هذا الكتاب من علاقات. ممكن تكون العلاقة السببية، أن يعبر بالسبب ويريد المسبب يعني النتيجة، وجزاء سيئة سيئة. جزاء السيئة هل يسمى سيئة؟ اللي سميت ايه السيئة الثانية، سمى عقوبة السيئة سيئة ليه؟ لأن الأولى السيئة سبب فيها، فأطلق السبب اللي هي السيئة وأراد المسبب اللي هي عقوبة الايه؟ عقوبة السيئة. يبقى عبر بالسبب وأراد عقوبته، يبقى هنا علاقة سببية. تمام؟ مسببية العكس، إن أنا أذكر المسبب النتيجة وأريد السبب. وينزل لكم من السماء رزقا، وإن معنى إيه؟ وينزل لكم من السماء مطرا يكون سببا في الرزق، فالمطر سبب في الرزق. يبقى السبب هو المطر، والمسبب اللي هو الرزق النتيجة. فعبر بالمسبب، أطلق المسبب اللي هي النتيجة الرزق، وأراد السبب، ينزل لكم من السماء مطرا يكون سببا في الرزق. يبقى هنا التعبير المسببية. الكلية، أن يطلق الكل ويريد الجزء. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. الأيدي تطلق على جميع الأيدي، لكن ليس المقصود الأيدي، ولكن المقصود الجزء الأمامي فيها فقط، فأطلق الكل وأراد الجزء. جعلوا أصابعهم في أذانهم، لا يمكن لإنسان أن يدخل أصابعه بالكامل في أذانه، ولكن الأنامل فقط هي التي توضع في الأذن، وبالتالي أطلق الكل أصابع وأراد الجزء اللي هي إيه؟ الأنامل. الجزئية عكس، أن أعبر بالجزء وأريد الكل، لكن يشترط في هذا أن هذا الجزء يكون له مزيد اختصاص بالموضوع المتحدث عنه.
يعني في مقام الجاسوسية أو أرسل القائد عينا تراقب الأعداء. الجزء هنا عينا يقصد به الجاسوس، لكن لماذا اخترنا العين؟ لأن سياق الحديث عن الجاسوسية يناسبه العين، فعبر بالجزء العين وأراد الكل اللي هو الجاسوس. في القرآن الكريم في مقام الحرية والعبودية فك رقبة، لا يمكن أن يقصد به الرقبة فقط، ولكن يقصد به الإنسان العبد، تحرير العبد كاملا. لكن في هذا المقام يناسب الرق أن يعبر بالرقبة ويقصد به العبد، لأن الإنسان العبد كأنه مربوط من رقبته، مقيد. فتحرير رقبة، فك رقبة. في مقام العبادة بقى والخشوع لله، بلى من أسلم وجهه لله. هو الإنسان هيسلم وجهه فقط ولا هيسلم كيانه ذاته؟ العبر بالوجه فقط وأراد الإنسان كاملا. ليه؟ لأن الوجه بتظهر عليه علامات الخضوع والخشوع، وهو موضع السجود، وتظهر عليه علامات الخشوع والخضوع، فكان يناسب أن يعبر بالوجه ويريد الإنسان. كثير يعني، كل شيء هالك إلا وجهه، أرسل فك رقبة، كل دي أمثلة. اعتبار ما كان، اعتبار ما كان. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، المرأة ماتت وانقطع بها الحياة، فهل تسمى زوجة؟ خلاص لا تسمى زوجة، ولكن عبر بأزواج باعتبار ما كانوا عليه في الماضي. وآتوا اليتامى أموالهم، متى نعطي اليتيم ولا ماله؟ عندما يبلغ ويزول عنه صفة اليتم، وإذا زال عنه صفة اليتم لم يسمى يتيما، ولكن القرآن الكريم عبر عنهم باعتبار ما كان حتى يستشعر فيك يعني أمور الرحمة والحرص، إن هذه أموال يتامى فأديها إلى مستحقيها. فعبر عن البالغين باليتامى. اعتبار ما سيكون، إن قلنا اعتبار ما كان، إن نعبر عن الشيء باعتبار ما سيكون عليه في المستقبل. إني أراني أعصر خمرا، الخمر هيعصر؟ لا، ده هيعصر عنب، العنب سيؤول إلى خمر. يبقى إني أراني أعصر عنبا سيؤول إلى خمر، فعبر عنه باعتبار ما سيؤول إليه. فبشرناه بغلام حليم وعليم. في القرآن الكريم هو الغلام الذي لم يولد بعد وهو في بطن أمه، هل يوصف بالحلم أو العلم؟ لا يوصف، وإنما وصفه بالحلم أو العلم اعتبار ما سيكون عليه في المستقبل. وده نوع من أنواع البس الأمن والطمأنينة في قلب سيدنا إبراهيم، لأن الإنسان الذي بيبشر بالولد بعد سن 90 بيظل قلق خائف على مصيره من بعده. فكانت حليم وعليم هنا نوع من أنواع بث الطمأنينة، أي اطمئن أنه سوف يبلغ مبلغ الرجال، ليس فقط، سوف يكون من العالمين العارفين بحقوق الله والحلماء. وفي الحديث وإن كان ضعيفا كاد الحليم أن يكون نبيا. المحلية، أن يسمى الشيء، نطلق المحل المكان ويريد الحال فيه، فليدعو نادية النادي. هل يدعو النادي اللي هو المكان؟ لا، يدعو أهل النادي، فأطلق المحل وأراد الحال. واسأل القرية، هل يسأل القرية اللي هي المكان ولا يسأل أهل القرية؟ أطلق المحل اللي هو القرية وأراد الحال اللي فيه لما أهلهم. الحالية بقى، أن يطلق الحال اللي بينزل فيه ويريد المحل. طيب، قوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، أصلا ففي جنة الله، أراد الجنة لكن ترك الجنة وأراد بما يحل فيها، الحال فيها اللي هي الرحمة، فأطلق الحال وأراد المحل. كذلك الآلية، أن يذكر اسم الآلة ويريد الأثر الذي ينتج عن الآلة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا بلغة قومه، فأطلق اللسان وأراد اللغة. هذا قسم من المجاز. القسم الثاني الاستعارة، اللي احنا قلنا تعريف المجاز المرسل، الكلمة المستعملة في غير معناها الحقيقي لعلاقة غير المشابهة. الفرق بينهم في التعريف العلاقة. يبقى الاستعارة الكلمة المستعملة في غير معناها الحقيقي لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. لازم أضع قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، تمام؟ يبقى علاقة وقرينة. طيب، أركان الاستعارة طبعا أمور سهلة، وقرينة الاستعارة القرينة قد تكون القرينة لفظية، أن أنا أضع لفظ يدل على أن هذا الكلام غير حقيقي. يعني مثلا أقول شاهدت بحرا يعظ الناس، شاهدت بحرا يعظ الناس. بحر هنا ليس المقصود بالبحر الحقيقي. ما القرينة؟ قرينة لفظية، يعظ الناس، وضعت هنا لفظ يعظ الناس وأنا أردت رجلا عالما. وقرينة غير لفظية يعني ممكن تبقى حالية، الحال هو اللي بيدل عليه، أو من كان ميتا فأحييناه. هنا ميتا ليس المقصود به مثلا الميت الحقيقي،
المقصود به أو من كان ضالا، إنسان ضال وكافر، فهديناه إلى الإسلام. فهنا الاستعارة هنا إنه شبه الإنسان الضال بالميت وشبه الإنسان المؤمن بالحي، يبقى دي إيه؟ دي استعارة. القرينة حالية، القرينة حالية الحال، ليس هناك إحياء حقيقي هنا وقع قدامي، وليس هناك موت حقيقي حصل، ولكن المقصود هداية، يبقى هنا حالية الحال بيدل عليه. استحالة المعنى، استحالة المعنى زي مثلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارات. أولئك الذين اشتروا الضلالة، هم اختاروا الضلالة، اشتروا الضلالة معناه اختاروا الضلالة، فشبه الاختيار، الاختيار شبهه بالإيه؟ بالاشتراء، إن أنا بشتريها. والقرينة استحالة، استحالة إيه؟ استحالة تعلق الاشتراء الحقيقي بالضلالة والهدى، ما فيش أصلا، لا يوجد هنا تعلق اشتراء حقيقي إن أنا بشتري ضلالة أو بشتري هداية، دي استحالة المعنى. لكن البيت المذكور عضنا الدهر بنا به ليت ما حل بنا به، يبقى هنا شبه، ممكن أقول شبه وقع حوادث الدهر بالعض، دي تشبيه، وممكن أقول شبه الدهر بحيوان مفترس، لكن القرينة ممكن تبقى لفظية هنا، لأن أنا عندي كلمة بنا به الناب وعندي كلمة عضنا، فيصح أن يكون القرينة هنا إيه؟ لفظية أيضا. الفرق بين الاستعارة والكذب هذا أمر سهل، إن دايما الاستعارة بتبقى مبنية على التأويل، والكذاب عمره ما يقصد التأويل، يقصد الكلام صراحة. والإنسان الذي يعبر بالاستعارة بينصب قرينة، القرينة هذه تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. أما الكاذب لا يضع قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، بل ويسعى إلى إثبات المعنى كما يقول موافقا للحقيقة. يبقى فيها تأويل الاستعارة وفيها قرينة، والكذب لا يكون فيه تأويل ولا يكون فيه قرينة. طيب أقسام الاستعارة باعتبارات مختلفة إيه؟ باعتبار الطرفين، إن أنا بقول علاقة الاستعارة المشابهة، يعني هي في أصلها مبنية على تشبيه، مبنية على إيه؟ على تشبيه. لكن لابد إن أنا أحذف أحد الطرفين. في التشبيه لابد أن أذكر الطرفين، في الاستعارة علاقة المشابهة يعني مبنية على تشبيه، يبقى في الاستعارة لابد أن أنا أحذف أحد الطرفين، إما المشبه أو المشبه به. فقال لي الاستعارة التصريحية يعني أن تصرح فيها بالمشبه به وتحذف المشبه. إذا صرحت بالمشبه به يبقى دي استعارة تصريحية، يعني ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، يبقى هنا الظلمات والنور فيها استعارة. ليه؟ لأنه شبه، شبه إيه؟ شبه الضلال والكفر بالظلمات، وشبه الإيمان والهدى بالنور. طيب أيهما حذف وأيهما ذكر؟ المشبه هو الذي حذف في الأمرين، يبقى هنا ذكر المشبه به، يبقى هذه استعارة تصريحية لأنه صرح فيها بالمشبه به. وبلاحظ في القرآن الكريم أن دايما يجيب الظلمات جمع والنور مفرد. السبب إيه؟ أن طرق الضلال كثيرة متعددة، طرق الضلال متعددة، طرق الظلام كثيرة، فقال ظلمات، لكن النور لا يوجد إلا طريق واحد فقط، هو طريق الهداية إلى صراط الله المستقيم، فلذلك أفرد النور وجمع الظلمات. طيب إذا المكنية بقى، أنا قلت التصريحية أن يصرح فيها بالمشبه به ويحذف المشبه، إذا عكس وحذف المشبه به وذكر المشبه سميت الاستعارة مكنية. يبقى الاستعارة المكنية هي ما حذف فيها المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه، يعني عندما أحذف المشبه به أترك شيء من لوازم المشبه، زي ما قلنا مثلا ولما سكت عن موسى الغضب في القرآن الكريم، ولما سكت عن موسى الغضب، ممكن أقول ده شبه الغضب بإنسان، إنسان يأمر وينهى ويتكلم ويسكت، ثم حذف المشبه به، ولما حذف المشبه به ترك شيئا من لوازمه اللي هو السكوت، ده استعارة مكنية فيها خفاء شوية. يبقى الاستعارة المكنية أن أحذف المشبه به وأذكر المشبه، وعندما أحذف المشبه به أترك شيئا من لوازمه دليل عليه. طيب تقسيم آخر باعتبار بقى إيه الاشتقاق والأصل، قال لي استعارة في استعارة أصلية واستعارة تبعية. لما تكون اللفظ المستعار لفظ جامد غير مشتق من غيره بتكون الاستعارة أصلية، إذا كان مشتق من غيره وهيكون فعلا أو حرفا تمام أو وصفا باستعارة تبعية. يبقى الاستعارة الأصلية ما كان اللفظ المستعار فيها اسم جنس جامد يصدق على كثيرين، ذات صالحة لأن تصدق على كثيرين، أو مثلا قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد،
يبقى شبه الإنسان المعين بالركن الشديد. كلمة ركن شديد دي كلمة جامدة، كلمة ركن كلمة جامدة، كلمة جامدة غير مشتقة، إذن هذه استعارة أصلية. شبه الغضب بإنسان، كلمة الغضب ده مصدر، يبقى هذا جامد، يبقى هذه استعارة أصلية. استعارة تبعية اللفظ المستعار فيها بيكون مشتق. المشتقات بقى اللي هي إيه؟ اسم مشتق، وصف مشتق، فعل، حرف. وقطعناهم في الأرض أمما، قطعناهم المقصود هنا إيه؟ فرقناهم. يبقى شبه التفريق بالتقطيع، أو شبه التفريق بالتقطيع الأول، تمام؟ ثم حذف المشبه، واستعار المشبه به المشبه، واشتق من التقطيع بمعنى التفريق، قطعناهم بمعنى فرقناهم. وقطعناهم ده فعل، يبقى الاستعارة في الفعل، ولو أجريت الاستعارة في سكتة يبقى فعل، يبقى هذه استعارة تبعية. وسميت تبعية لأنها تابعة في إجرائها لإيه؟ للاستعارات الأصلية. فأنا لازم أقول شبه التفريق بالتقطيع، فارجع للأصل اللي هو المصدر، فلابد من العودة إلى الأصل، فهي تابعة إلى الأصلية في إجرائها. طيب باعتبار الملائم، هل يذكر في الاستعارة ما يلائم المشبه أو المشبه به؟ بسميه المستعار له المشبه، أو المستعار منه اللي هو المشبه به. قال لي استعارة مجردة، مجردة يعني ذكرت فيها ما يلائم المشبه اللي هو المستعار له، يعني في لفظ مذكور يلائم المشبه ولا يلائم المشبه به. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، الريح عقيم، قال لك لا، هو شبه الريح بالمرأة التي لا تلد، يبقى الاستعارة هنا في الريح العقيم شبه الريح بالمرأة التي لا تلد. طيب المرأة التي لا تلد، طب أيهما ذكر؟ العقيم، هذا العقيم، الريح العقيم، ما تزر من شيء إلا ما تزر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، يبقى الريح العقيم. ذكر ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هذه الآية المذكورة بعد التشبيه أو بعد الاستعارة تناسب الريح ولا تناسب المرأة؟ أنه تناسب الريح، فذكر فيها ما يناسب المشبه هو المستعار له، إذن هذه استعارة مجردة. استعارة مطلقة، استعارة مطلقة هي التي لم تقترن لا بما يلائم المشبه ولا المشبه به.